ولكن إعادة الكرة من جانب فريق الاستقلال. يترك الجمعة عبد الله باتجاه حارس المرمى الآن علي السيف. علي السيف اللي بدوره بيرسل كرة طويلة وإلى الأمام. محاولة سريعة باتجاه إبراهيم الدياكية. ولكن ربما الكاميرا اصطدمت في شيء. الكرة اصطدمت في شيء والآن نشاهد ربما إسقاط. الكرة بتعود مرة أخرى إلى سامي ربيع. من علي السيف؟ هل تصطدم مرة أخرى؟ كرة طويلة ولا تصطدم مرة أخرى؟ مرة أخرى إسقاط للمرة الثالثة. هذه الكاميرا السبايدر. علي السيف منشن على سبايدر. منشن على المرمى يا سبايدر مان. سبايدر منشن على كاميرا سبايدر. كرة بتعود.